باسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد أمين. اليوم هو يوم ثلاثاء البصخة، اليوم هو يوم الانتظار بالصبر. النبوة الثانية من الساعة الثالثة من البصخة المقدسة ليوم الثلاثاء من يشوع بن صراخ إصحاح 2 عدد 3: انتظر بصبر، استنى واصبر. صبر هو أهم مشجعات الطريق الروحي. اللي متلهوج ومتسربع وعايز ينط بسرعة وعايز يوصل بسرعة، واللي عايز مش عارف، كل ما تسرعت كل ما أنت انحرفت عن الطريق الصحيح. الصبر، الصبر لغويا جاية، أحد القواميس قالت أن الصبر جاية من صبار، يعني مرة، والصبر مر ماشي، لكن هام جدا ولازم جدا. نحن نصبر على نمو الطفل، نحن نصبر على نمو النبات، نحن نصبر على إعداد بعض الأطعمة اللي بياخد ممكن تاخد ساعات، نحن نصبر على بناء برج، نحن نصبر على تحصيل منهج دراسي معين. فليكن للصبر عمل. أثناء ما أنا بصبر عشان أبقى صابر صح، لازم أعمل 3 حاجات: التقوى، يعني أعيش حياة مع ربنا حلو، 2 بالإيمان، واثق إن ربنا سامع وشايف وبيدبر، 3 بالرجاء، شايف الحياة الأبدية. بكده أبقى عايش الصبر. انتظر بصبر. ربنا يفرح قلوبكم ونشوفكم بكرة بنعمة ربنا.